الهشاشة أساسها إيه؟ نقص في فيتامين دي وكالسيوم. اه فأول حاجة لو أنا تعرضت للشمس كل يوم من ربع ساعة لنص ساعة، يعني مش وقت كتير، دي حاجة كويسة جدا. ربع ساعة نص ساعة، إيه التوقيت الصح؟ التوقيت من 8 الصبح ل 11 الصبح، أو من بعد الساعة 4، مش في الوقت اللي الشمس فيه عمودية. وبعدين مش هتعرض في للشمس يعني أقعد مثلا ورا الشباك، لأ، لازم ابقى مثلا لابسه حاجه نص كم، واقفه في في البلكون مثلا، في دايركت اسمرار يا دكتور لا، ما هو ده الوقت ده مش هيبقى فيه اسمرار 8 ل 11 وبعد الساعه 4 الناس مش هتبقى عموديه وما بقاش حاطط سان بلوك. أيوة يعني مش هبقى حاطط سان بلوك واقف. وبعدين هي ربع ساعه دي مش هتدي، يعني مش هلحق لا جلدي يتحرق ولا يحصل فيه اي مشكله ولا اي حاجه، بالعكس انا كده هبقى اخدت كميه فيتامين دي كويسه جدا جدا جدا. فالفيتامين دي ده يعني يعني اشعه الشمس نفسها بتاكتيفيت فيتامين دي في جسمي، فطبعا بتبقى حاجه كويسه قوي. حاجه تاني من حاجات الوقايه المهمه جدا ان انا اهتم بالتغذيه السليمه. ايوه التغذيه السليمه في الموضوع ده موضوع كبير قوي. خليني اقول لحضرتك ان احنا لو هنتكلم على ايه الوجبات اللي احنا محتاجين ناكلها عشان الوقايه، فمحتاجين وجبات اكلات فيها فيتامين دي، حاجه تانيه فيها كالسيوم. طيب ايه احتياجي اصلا من الكالسيوم كل يوم؟ لو انا تحت 50 سنه فانا محتاج حوالي 1000 ميلي جرام من الكالسيوم كل يوم. يعني لو انا حد اكبر من هترجمها اكل ايه؟ هقولها لك دلوقتي. لو انا اكبر من 50 سنه هبقى محتاج حوالي 1200. هترجمها ايه؟ ايه اعلى مصادر للكالسيوم؟ اول حاجه طبعا بلا منازع منتجات الالبان. طيب منتجات الالبان لو انا خدت كوبايه لبن فيها قد ايه تقريبا؟ فيها حوالي 300 ميلي جرام من الكالسيوم. طيب لو انا اخدت مثلا كوبايه زبادي 250 ميلي جرام من الكالسيوم. طيب لو انا مثلا اخدت صايمه مش هينفع اخد ده ولا ده، تاخدي كوبايه عصير برتقال فيها 300 ميلي جرام من الكالسيوم. برتقال في حاجه كويسه جدا تانيه، لو انا مثلا مش عندي مشاكل وحساسيه من الالبان، معلقتين سمسم، معلقتين السمسم دول فيهم حوالي 300 ميلي جرام كالسيوم، كانك شربتي كوبايه لبن. فعندنا مصادر كتير قوي للكالسيوم غير المصادر المتعارف عليها. يمكن اعلى امتصاص واعلى حاجه كويسه بناخدها من المنتجات الالبان، لكن برضو عندنا مصادر تانية، يعني ممكن السمك الدهني، السلمون، الماكريل، التونه، السردين، المكسرات، الخضروات الورقيه كلها. طب احنا في الصيام كالسيوم كتير، مفيش سمك، مفيش خضروات ورقيه كلها، مفيش الحاجات دي. لا زي ما بقول لك كده، هو لو كوبايه إيه عصير برتقال او كوبايتين في اليوم، وبتاخدي الخضار بتاعك، بتاخدي نتس من المكسرات، تقدري تاخدي خصوصا اللوز. في حاجه تانية بقى مهمه قوي فيها نسبه كالسيوم وفيتامين دي كتير، الشيا سيدز او بذور الشيا. بذور الشيا دي من الحاجات اللي فيها الياف كتير قوي، وفيها كمان كالسيوم وفيتامين دي بنسبه كويسه جدا. فلو احنا حطينا تقريبا معلقتين كبار على السلطه، على الخضار، على اللبن، على العصير، على الميه، على اي حاجه من دول، سيبناهم ربع ساعه وبعد شويه تناولناهم، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا ومفيده جدا. فانا بالتالي بالنسبه لي عندي مصادر كتير مغطيه لي فيتامين كالسيوم. ندخل بقى على الفيتامين دي. ايوه فيتامين دي انا احتاجي اصلا منه قد ايه؟ لو انا برضو سني صغير بحتاج حوالي 400 ل 800 وحده، لو انا سني اكبر من 50 بحتاج لا من 800 ل 1000. طيب فيتامين دي مصادره ايه؟ منتجات الالبان؟ لا ملوش دعوه بمنتجات الالبان. منتجات الالبان فيها كالسيوم، لو عليه فيتامين دي بيبقى مكتوب عليه فورتيفايد او مدعم بفيتامين دي، لكن الحقيقي ان فيتامين دي مش موجود في منتجات الالبان. لكن موجود في ايه تاني؟ الاقيه في صفار البيض، بنلاقيه بقى في الاسماك الدهنيه بشكل واضح وصريح. ما صفار البيت فيه فيتامين دي بس فيه دهون، يعني ممكن اخد دهون قد ايه بقى؟ نافعة مش ضاره، قصه الدهون الضاره والكوليسترول. نسمع الناس اللي عندهم برضو مشاكل كل الابحاث بيشيلوا الصفار بتاعه البيض وياكلوا البياض بس. كل الابحاث والدراسات الحاليه بتؤكد تماما ان البيض بريء من كل الحاجات دي تماما. الاسماك الدهنيه كلها زي ما بقول لحضرتك كلها كويسه جدا، برضو المكسرات من ضمن الحاجات الهائله جدا.